السلام عليكم أصدقائي ومرحباً بكم مجدداً. أقيم الخميس حفل انضمام البارجة الإيرانية الشهيد مهدوي و99 زورقاً سريعاً لأسطول حرس الثورة الإسلامية. أعلن العميد الركن علي رضا تنكسيري قائد سلاح البحرية في حرس الثورة الإسلامية أن البارجة العملاقة الشهيد نادر مهدوي لديها القدرة على حمل وتشغيل جميع أنواع المروحيات والطائرات بدون طيار، وقاذفات الصواريخ عالية السرعة وأنظمة الدفاع الصاروخي وأنظمة الرادار. يبلغ طول البارجة 230 متراً وعرضها 27 متراً ووزنها 2500 طن. هذه البارجة بكافة معداتها وتجهيزاتها جاهزة للقيام بمهامها في المحيطات والمتمثلة في إرساء الأمن المستدام للخطوط.